تي بان يعني نقول لي طرق خمجات فيها الناب خصوصا على مستوى العقار قرب لنا الفكره اكثر، وشنو هي النصيحه ديالك بالنسبه للمواطن؟ ما بقى اكثر مما فات، ما نعاودوش هذا الشيء، راك انت تعرفوا تبارك الله احسن مني انا احسن اي واحد. ما بقى اكثر مما فات، انا اللي تنقول وهو خاص باش تكون الصرامه في البلاد، وباش تكون خاص النخبه. دابا صعيب باش تهضر دابا على هذا الشيء اللي غتبان بحالها، مي المهم اللي دارها بيدو يفكر بسنيه. شحال هذه هضرنا على هذا الشيء، وتعرف ان قلت المراقبه، وثاني واخا كاع المراقبه الواحد تيولي مجهد ملي تيترسخ في واحد البلاصه وتيولي ثلاثة أربعة ديال الانتدابات، ما تيبقى حتى واحد يحن فيه يقد عليه، و صعيب باش تراقب. أنا تنظن والله أعلم، تنظن القنيطريين خصهم يتسيسوا، خصهم يدخلوا الانتخابات، خصهم يعمروا، خص المجالس البلدية لما تعطي واحد لا كوميسيون، واش تسمى لا كوميسيون اللي ديال مثلا البناء، ولا مثلا ديال اللجنه، يعني تمام اللجنه تكون فيها ناس نيك اكفاء، ويكونوا فيها حتى موظفين يوليو يخافوا من دوك المنتخبين، باش ما يكون غير الصرامه. انا كنت رئيس بلديه، وزعما الا شي واحد يقول دابا يشهد بان كان الفساد في الايام اللي كنت انا رئيس بلديه، دابا يقول شي حاجه. الحمد لله، علاش؟ باسكو سي بوسيبل. واخا البلاد قلنا ولا دابا خماج ولا وصعاب هذا الشيء كله، ولكن رغم هذاك الشيء مازال هذا الشيء يتنقد. والشباب، شوفوا الشباب، الشباب هو اللي مازال عنده الكانه وعنده الصحه وعنده وقف النزيف. السي فوزي، شنو تصيد انت في نظرك؟ وكما قلت لك انا سابقا السؤال ديالي، وهذه اللي تجاونا في مجموعه ديال التدوينات في الصفحه ديالنا الرسميه اللي هي اكبر صفحه، لان يعني الرهان الواحد كاين على فوزي السعبي، لان فوزي السعبي سماك بالمنقذ، يعني الانسان الواحد اللي كله يعني نو صعيب. اولا ماشي فوزي الشعبي، ماشي الشخص، سي با كوم سا، خص واحد الاراده شعبيه جماعيه، واحد الاراده جماعيه ديال واحد الناس يقول لك حنا بغينا نغيروا، وهاد الناس تيختاروا ما بيناتهم الناس اللي غيمثلهم على مستوى البلديه. تهضروا على البلديه دابا، على الجماعه اللي غادي يمثلهم على هذا المستوى، خصهم يختاروا خلال ديك ثلاث سنين ولا اربع سنين اللي قبل الانتخابات، تيختاروا وتيأطروا الناس اللي غادي غدا يترشحوا، كلهم يتحاموا باش يصوتوا عليهم باش يضمنوا النجاح. حط لي رئيس بلديه خايب، يعني فاسد بحال دابا اللي تنشوفوا، ولكن حط حداه واحد المعارضه، ولا نقولوا ناس نيت مختلف، ماشي لازم يكونوا معارضه، يمكن كاع يكونوا مغلبيه، ماشي مهم، ويكون عندهم واحد الاراده ديال انهم ينقيوا البلاد، كلشي تيجمع راسو. هذا مسألة على مستوى دور الجماعات، بالنسبة للدور ديالك اللي هو كبرلماني، شنو يعني بقات لك تقريبا عامين على الانتهاء ديال الولاية ديالك؟ شوف، اللي تيحلم هو اللي يعول على المعارضة، راه المعارضة في أوروبا، ما تشوفش غير المغرب. غير هي النقاط، شنو هي النقاط اللي درتيها أنت بالنسبة للدائرة ديالك اللي هي الدائرة ديال القنيطرة؟ تنخدم. وشنو هي اللي دارت، وشنو هي اللي بقات ظلت؟ بالرسائل، بيان سور الوزراء ما تيجاوبوش ديما، هذا خرق، مي سباكار. ما تيجوش بالرسائل، يعني تطرح سؤال على الوزير كتابي، والوزير تيجاوبك من خلال الكتابه، او تيجاوبك تيقول لك مثلا هذا الموضوع نشوفه، ولكن اللي لاحظت انا تيبقى داك الشيء تيرجع، وي لا واخا كاع في الاغلبيه لا تيرجع داك الشيء مثلا اذا كان الموضوع تيتعلق بالجماعه، تبقى الجماعه تهضر على الطوبيسات، اش بقى تيدير؟ اش غايدير الوزير؟ ولا موالين الزبل مثلا تيجمعوا النفايات، ماشي غير في قنيطره، راه حتى في مدن اخرى بحال الدار البيضاء، وبحال مثلا الرباط، وبحال كيما لي شورتي ديال، ولا الموضوع ديال اي فوالا، زعما صافي حاجه الا كاينه. انا تنظن بحال قلت قبل اللي دايره بيدي، درتي رئيس، درتي واحد الاغلبيه، صوتي عليها ولا خليتيها نجح، خليتيها دازت، صافي تركن وساين دو ست سنين، عرض الا بغيتي، غوت الا بغيتي، مزيان. ولكن باش تقول بان غادي نغيروا شي حاجه من المعارضه، نو سيرتو الا ما كانت، اذا كانت شي معارضه على مستوى البلديه ضعيفه، ما تديهاش فيها البلديه، ما يديوش فيها، زعما يقول لك
هذا غادي يغوت زعما واش بغيتيه يدير. باغ كونتر الا كانت معارضه قويه وي نمشيو للحاضره سوي نمشيو للرياضه وتسيير الرياضه نطلع على الكميه ونمشيو للفريق الاول مدينه المدينه الاولي هو النادي الرياضي القنطري. النادي الرياضي القنطري هي استكشاف قلبيه دعاوي قضائيه البارح كان جوج عام استثنائي مداش. النادي القنطري يعاني ويعاني في هذا الشيء ما نعرف انا اللي غنقول هو هذا الشيء ديال هاد السكته القلبيه ولا النزيف بحال اللي قالوا قبيله شي كله تنظن على جميع لي تروك. الا قبضتي الجانب الثقافي كيف كيف الا قبضتي النهضه القنيطري كيف كيف الا قبضتي الرياضات الاخرى اللي هي رائعه بحال مثلا البودي بيلدينغ والفيتنس ولا بحال مثلا الرياضات لي 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 زار مارسيو وجميع والفولي واللي بغيتي كل شيء يا اما ناعس يا اما الله يستر مخلا ضربوه بحال هادشي دابا ديال النادي القنيطري وكراسه. سوء التدبير سيتو ماشي شي حاجه سوء التدبير سيتو سوء التدبير وهادشي خصو يتعاد فيه النظر. ما نخليوش مثلا البلديه تدخل في النادي القنيطري. النادي القنيطري سان كوميتي ولو بريزيدون تيكون مختار وبيان سور ايلو من المجتمع المدني ما عندش الحق البلديه تدخل في هذا الشيء. البلديه ملي تدخل انا هذه التجربه اللي عندي في المغرب عاده انا باش تخسر ولا باش نهب انا هذه الصوره اللي عندي وانا تبارك الله فاهم ماشي نقول شي واحد راه هكاك زعما فاهم تقريبا وجبت لك زعما امثله ديال البلديات اللي نهبوا من كره القدم الوغ كو ماشي زعما سي با لو تخوك تيبنيو مثلا نقولوا ان ستاد تيدير واحد اتفاقيه مع موالي لو ستاد وصافي. هو كاين انت باغي دير باغي دير غير سهره وباغي تدخل الناس بالفلوس تجي بلديه تقول لك خصك تعطيني الرئيس ديالي وخصك تعطيني 30 بلاصه للرئيس حقا راه خصو يجي. ودابا المصيبه هكا تيجي الرئيس ما تيجيش ما تيداش داك الشيء وتيجيو المشاش ديال الرئيس تيجيو هذا وتيعمروا له وتيرزيوه في ذوك الاوراق. شوف غير العقليه شوف غير الخماج فين زيفوجي سالي واش نشوفوا الساقات المقبله. انا الصراحه والله ما مشجع نهائيا يعني انا غير يطلعوا هذا الشيء انا الصراحه انا ما نظنش ما عجبنيش هذا الشيء ما وي ما زعما غرق هذا الشيء بزاف الديون ومعامن يعني وشنو غديروا باش غدير كاع نقولوا اذا كانوا الفلوس مشاو وسورتو كانتظاءات ديال الشعب. شو دابا انا غير في المعارضه تيبداو يقولوا لي شنو درتي ولا حقا علاش في المعارضه تينتظروا مني لا عساك مي غنكون مثلا في البلديه غيقول لي الطوبيسات هو راه 10 شهور وانت هنايا وما شفناش الطوبيسات مازال ما كاينينش هذاك الشيء خصو الوقت. ودايور بحال الشركه الله يستر لما تتفوندي باش تطلع خصك بزاف ديال الفلوس وخصك بزاف تبدل بعد الناس و90 عباد الله يمشيو لين طريت دوك اللي كانوا تيفسدوا زعما صحيح ماشي شي حاجه سهله. وانا عاده ما تندخل الحاجه حتى تكون عارف راسي غننجح فيها وعندي اللي نجحني اللي عاوني باش نجح. مناخ ليكو سيستيم كي تيقول لها مناخ في العالمي خاص شي مناخ اللي يخليك تنجح ماشي انت خدام والناس من اللور تيجروك اللور انت زايد وما تيجروك اللور. شي كلمه اخيرا كلمه توجهها لساكنه ديال القطاع او الساكنه ديال منطقه القنيطره القنيطره اللي انت ناجح فيها. لا تنجح عندي منتخب منتخب بون نتمنى الدعوات وصافي ندعي معاهم ونطلب منهم حتى هما يدعيو معايا ويدعيو مع المدينه ديالنا ويدعيو مع الملك ديالنا لان تبقى الله كاين يعني الحمد لله المسائل بحال الواد بحال الماء لما تيجري يزيد مادام تيجري بيان سور واخا يتخلوض واخا هذا راه عاود الماء الجديد تيعاود يجي يسمو. نتمنى ان هاد الناس اللي جايين دابا ينقيو هاد الشيء اللي وقع دابا ويتسمى هاد الشيء غير ماضي. انا عقلت تونس في 2002 مي كان وصل لواحد لاكاتوس بحال شي ديالنا معقل ولكن شمعوا راسهم وجات واحد شباب وتبدلوا الناس وعاو وهذا والامور الحمد لله تقالت. حنا كنا تنضحكوا عليهم حنا ديك الساعه المغاربه تنقولوا مثلا الناس ما تيخدموش ما تيعرفوش هذه ما دايرينش هذه مأخرين ولكن الحمد لله تقدموا. انا تنظن وعاود تكبصوا من بعد انا تنظن هذا الشيء غادي ان شاء الله في المغربي ان شاء الله.